السلام عليكم خوتي خواتاتي، كديرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. بما اننا في الحجر الصحي نوجد وليداتنا شي حاجه عزيزه عليهم بزاف وهو الفيني. الوصفه اليوم مقادير الوصفه كتكون كالتالي: عندنا جوج كيسان ديال الدقيق المغربلي، والكاس الثالث غادي نزيدو غنشوفو معايا في طريقه التحضير. كذلك عندي كاس ديال الفينو، عندي شويه ديال الملحه، معلقه ديال الخميره الفوريه اللي عنده خميره معجونه يستعملها، كذلك جوج معالق ديال السكر سمنه، حتى جوج معالق ونصف سكر اختياري، بيضه واحده، واحد الخماره حمراء، وواحد الفاني بيضه، جوج معالق ديال الزيت، وجوج كيسان ديال الماء، حتى جوج كيسان ونص ديال الماء اللي غنستعمل ان شاء الله في هذا الخليط. كتشاهدوا معايا غادي نبدا في الطريقه ديال التحضير. خليكم معايا. هو الدقيق عندي هنا مغرب له من قبل، غادي ندير شويه ديال الملح، غادي ندير الخميره الفوريه، كذلك غادي ندير جوج معالق، نحاول نزول هذا من هنا، جوج معالق ديال سنيده، ما عندي هنا معبورين على هذا الشكل هذا، وغادي ندير البيضه ديالي، هذا الشكل هذا، وغادي نزيد الخليط ديالي، غندير البيضه الفاني ديالي، هذا الشكل، وغادي ندير الخميرة باش نزيد الخليط ديالي في نوبة واحدة، ودابا إن شاء الله غنحاول نخلط البيضة باش تتحل ليا، صافي. وغادي نضيف الماء، الماء كترو غير شوية بشوية، هذا غنضيف شوية د الماء. كنستمرو في التخلاط حتى كيولي الخليط ديالنا على هذا الشكل، ما فيهش دوك الحبيبات، يعني كيكون تمزج مزيان، صافي. وغادي نخليه يخمر المدة ديال ربع ساعة تضاعف الحجم ديالو، وعاد نكمل طريقة التحضير. خليكم معايا. وينك؟ ضاعف الحجم ديال الخليط ديالنا، كتشوفوه يعني خمرات الخليط ديالنا خمر. غادي نضيفو ليه هذاك الدقيق اللي عندنا، الخليط ديال هنا غير بيدي هكا، نسيت بعدا غنضيف بعدا مع جوج معالق د الزيت، سمحوا لي نسيت هما الاولى، الزيت يمكنكم تعوضوها الزبدة، كتبقى اختيارية. أنا راه نسيت، كنعني نصبقها باش يكونو يدي نقيين بهاد الشكل هذا. هاهي دابا معلقة زايدة شوية، نزيد غير شوية، هنا غير جوج معالق كنديرو على هاد الشكل، وكنستمرو في المزج ديال الخليط ديالنا بهاد الشكل هذا. هاد الطريقة غادي نضيف واش نتوما عندكم هاد المشكل ولا غير انا؟ كنقصها كنتفكر الخبز ما عنديش، عاد كنوض نعجن، كنا موالفين كنا نوقفو على الخبز كنصيفطو موراه على نعجنو على تيساح. دابا ولينا مضطرين نعجنو، وغادي نزيد داك كاس د الفينو تا هو، ونبقى نجمع ندخل في الخليط تيتجمع ليا بهذا الشكل، شويه بشويه تيتجمع ليا الخليط انا خصو يتجمع ليا. ندخل في داك الفينو، هاد الفينو مبقيتيش ديري مديريش بدا يزيد الفرصة تجمعي العجين، بلادو انا كنعرفها كديري شويه طحين، العجينة عندي منخوف يعني كتلصق، كديري الطحين وكتحطي تستعملي الدلة يعني شويه كتبقاي تطلقي في العجين ديالك، مخصهاش تجيك رقيقة، مخصهاش تجيك غليظة، بهاد الطريقة هادي في نص الوقت كتهزيها، انا راه خدمتها كاملة اللي كتقسميها على نصفين باش تخدمي فخا ترك. ها
بها وصافي. قادي نستغرق على هذا الشكل هذا. نحاول نبدل قبل تقطعي بالزلافه بس استعمل الزلافه دابا تيجي الحجم الكاس وكتقطعي في الوسط كدوري باش مي تلصق لكش كدوري الكاس هكا تحاولي تقطعي في الوسط. اما بالنسبه لهادو اللي درت صغار نقطعو غير بهاد القطعه هادي انهم صغار بزاف هكا صافي كتستمري في العمليه حتى النهايه ان شاء الله. على هذا الشكل هذا سامي الكويره من جديد تعاودي تخدميها بنص طالقه ما خمروا ليا العجينه ديالي غنطيبها نزيد في العافيه ندير الزيت سخن نتوما كتشاهدوا معايا درت الزيت ديالي كتسخن نقلب لي الدين كلها على هذا الشيء بهذا الشكل هذا نخليها تسخن مزيان وغادي نقص في العافيه لما تسخلي وغنقص في العافيه باش نبدا نطيب ان شاء الله. نخليوهاش تمرات لهاد الدرجة هادي يعني غير شوية تولي ذهبية نزولوها تيكون هذا هو الشكل النهائي.